السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وينكم يا عالم؟ وينكم يا أمي؟ تعالوا تفرجوا على الدمار، تفرجوا على الدمار. هاي ضيعة كانت مسكونة، هاي كان فيها عالم، هاي البيوت كلها كانت مسكونة، كان فيها عالم، عيال ساكنة هون كلها راحت دمرت. شوفوا بيوتو، شوف ما في حدا بالضيعة، كلها ما ضل في حدا لا بهي الضيعة ولا باللي فوق. هذا ريف إدلب وريف حماة، العالم كلها نسحت. وين بدها تروح هاي العالم؟ وين بدها تروح؟ اللي ما يطلع وين بده يروح؟ مات هون تحت هدول البيوت، تحت هدول البيوت مات. بس تجي العالم تشوفه، اللي بقلبه رحمة بس يجي يشوف العالم، يتطلع بعينه ما بخاف الله يساوي هيك. مثل هالعالم بيوتها راحت، ما لا راح أراضيها راحت، في عالم تحت البيوت راحت. شوف العالم شو عم تنزح، ما ضل لها شيء من بيوتها. شوف هالعالم كلياتها ما في محل، هون بالضيعة كلياتها ما في حدا ساكن. ضيعة كبيرة مثل هاي كانت لامة عالم خيرات، الله ما ضل فيها حدي. يا لطيف تعال تفرجوا، يا لطيف تفرجوا يا عالم هالدمار. شوف هاي الضيعة بأكملها دمرة، وفي ضيعة فوقها مدمرة، وفي ضيعة فوقها مدمرة. سبحان الله، تعال يجي الواحد يتفرج على هيك، كان كلها مسكونة وكلها فيها عالم، صار الدمار. عالم وين راحت؟ عالم ماتت، وعالم ما بنعرف وينها، وعالم بالخيام، وعالم بالشوارع نايمة. وين الرحمة؟ وين العالم تشوفنا؟ والله العظيم نحن حرام يعني هيك رح تصير فينا، تو والله فينا. أخي الكريم، نحن بمعارض حرمة مثل ما أنك شايف، دمار هائل، دمار بالبيوت بالجوامع، حارات بأكملها نزلها على الأرض. أخي الكريم، بس في عنا سؤال، إنه الضامن التركي إنه إجي لهون على إدلب وحط نقاط، إنه بدنا نعرف إيش هو. هو جاي يسلم مناطقنا، جاي يقتلنا، جاي يسلمنا للنظام العرصة. بدنا نعرف بس اشو، وين بدنا نروح حالنا؟ هذا جاي صار جنبنا، صار بخان شيخون، صار بجدار، يعني ما ضل كليات متر بينه وبين الجيش. طيب والحل؟ حسبي الله ونعم الوكيل.